يزيغ عنها إلا هالك. إخواني الكرام، حتى ما نطيل في مقدمات، كما تعلمون أن موضوع درسنا اليوم هو حقيقة العلم، وهذا العنوان إنما أو هذا الموضوع إنما اخترناه من أجل أن نصحح بعض المفاهيم التي انتشرت في كثير من الناس. وأنا سأتناول الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى على حسب طبيعة درسنا، فدرسنا ليس محاضرة في جامعة، فنجتنب المصطلحات الأكاديمية والمستويات اللغوية التي ربما لا يفهمها كثير من الناس أو قد تعقد علينا المفاهيم، وإنما سأتناول الموضوع بما أنني سأركز على شيء مهم في النقاط التي سأتكلم عليها، بأن العلم أنزله الله بالجميع، جميع الناس، يعني ما كاش واحد فينا لازم يطلب العلم، واحد ماهوش معني بالعلم، ما كاش، كاين مستويات فقط، سيأتينا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فأحببت وأنا تعبت في تحضير الدرس على نسق الدروس المسجدية التي يكون الأسلوب فيها ينفع جميع الناس بإذن الله. فإن شاء الله سأسلط الضوء، يعني ولا يسعنا أن نستوعب لجهلنا بكثير من الأمور ولمستوانا العلمي ولبضاعتنا القليلة وكذلك لضيق الوقت، لا نستطيع أن نستوعب هذا الموضوع، هذا الموضوع يحتاج إلى دروس ودروس. إذن حقيقة العلم أنا أردت أن أسلط الضوء عليها، لأن مفهوم العلم عندنا غاب. يعني الآن سنتكلم عن شيء مهم جدا، الآن أنا وأنت نتكلم عالم، نقول فلان عالم، أنت تقول لي موش عالم، أنا أقول لك عالم، وش هو المقياس الميزان اللي خلاني أن نقول عالم وأنت تقول مشي عالم؟ فلان طالب علم وهو بعيد عن العلم، هو طالب علم ما شاء الله، اسمه لقبه طالب علم، وموصوف عند الناس طالب علم، أخلاق، تربية، عمل، عبادة، موش طالب علم، كان خلل. الآن لما نتكلم أنا وأنت عن العلم، لما نقول، لما يجيوا الناس يتكلمون، يتكلم عن الموسيقى، ويتكلم عن علم المسرح، يتكلم عن أشياء كثيرة ويقول العلم شرف، يتكلم عن هذا ويقول العلم شرف، أهل العلم يحبهم الله، وهو يتكلم عن ماذا؟ عن علم الموسيقى. فالعلم لا، العلم العلم شرعي من الله سبحانه وتعالى. داخل العلم الشرعي لو نسلط الضوء على المتكلمين في العلم، يأتي الإنسان ويتكلم عن الحفاظ الكبار الذين يحفظون من المتون والأشعار والأبيات وغير ذلك من النصوص ما لا يستطيع الإنسان أن يتصور. إنسان حافظ، يعني حاط في رأسه أشياء كثيرة، فيتكلم ويسرد لك وقال وقال وقيل وقال واختلفوا والترجيح وكذا، وأنت تنخلع تنخلع. هل هذا علم؟ سنتكلم عن هذا، مش علم هذا. فالآن شوف تحصيل العلم، لما نفهم ما معنى العلم يولي ترى ينفعني وينفعك، لأن العلم دواء ولا لا؟ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة غرقة، الأمة غارقة، الأمة غارقة، كان الفحش في المجتمع من الشيء ما يوصف بالظلام الدامس. الدنيا كانت في ظلمة كي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا كانت في ظلمة، الناس كانت تعبد الأصنام، كانوا يسجدون للأصنام، يعني لا يعبدون الله، هذه أعظم جريمة في البشرية، أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، شرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذاك اللي يزني يشوف معاه، وهذاك اللي يفعل أفاعل ويسرق يشوف معاه، أشياء كثيرة يفعلها الإنسان ممكن يستره الله، ممكن يغفر له الله، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خط أحمر، شرك بالله. الناس كانت تشرك بالله في ذلك الوقت، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة غارقة، تهبط تغرق كما رأينا نغرق الآن، غارقة، أمة غارقة، احتاجت إلى إنذار، إنما أنا نذير، إنما أنت منذر، بشير ونذير، بشيرا ونذيران، وأنذر عشيرتك الأقربين، قال إنما أنا النذير العريان. شوف كلمة النذير وأنذر وش معناها؟ معناتها الحالة صعيبة، لو أنت إحنا جالسين هنا سمعنا صفارة إنذار حريق، وش معناتها؟ معناتها كاينة حاجة ما تحتاجش نتفلسف أنا وأنت، كاين حاجة كيسموها اهرب انفض بجدك، حريق، وكاين حريق، صفارة إنذار يسموها إنذار.
فالإنذار محتاج إلى وقت، محتاج إلى لعب، محتاج إلى انتظار، محتاج إلى بطء. إنذار فيه مسألة جدية، فيه مسألة أمة راهي غرقة. أنا أسألكم، هل نحتاج الآن إلى إنذار نحن أم لا؟ ما وصلت الأمة إلى مذلة وإلى فحش وإلى ترد في الأخلاق وإلى بعد عن الدين وإلى ضعضعة في الإيمان مثل ما نحن عليه الآن؟ ما وصلتش الأمة، ما زال ما وصلتش الأمة في تاريخها. صاروا فيها حروب، صاروا فيها القتل، صاروا فيها تكالب على الملك، صارت فيها فحش، صار فيها أشياء كثيرة. ما وصلتش الأمة إلى حضيض صارت تساوم في فطرتها مثل ما نحن الآن عليه. اليوم يقول لي واحد اليوم في الصباح قال لي لو كان نلقى فقط كيفاش نسلك وليدي يبقى لي راجل برك معليش ما يصليش، ما يبقاش ما يروحش الأنوثة. قال لي لك أن يولي لي أنا ابني نولي نشوف نسنى وقت يجي خطبوه ما خلاص، لولا ابني بهذيك الهيئة وبهذيك الشوشة وبهذيك المشية وبهذيك اللبسة وبهذيك الحركات وبهذيك الكلمات رانا ولينا الآن الأمة نحافظوها فقط على الذكر يبقى ذكر والأنثى يبقى أنثى. يعني اعلم أننا رانا رحنا يعني لدرجة عجيبة جدا. إذا يحتاج الأمر إلى إنذار لم يحتاج؟ يحتاج ماشي غير إنذار برك، يحتاج الأمر إلى سرعة إنقاذ، يحتاج الأمر إلى السرعة في الدواء، يحتاج إلى فلسفات كثيرة. مباشرة للهدف، مباشرة جيب دين الله الذي صلح الأمة كاملة منذ قديم هو اللي يصلح لك دق. الدواء اللي برا الأولين يبرين هنا، الدواء اللي كانوا ناس قطاع طرق وكانوا ناس كذلك معهم، كانوا ناس يشربون الخمر وكانوا ناس يسجدون للإسلام، منهم من صار بعد ذلك يمشي على الأرض وهو مبشر بجنة. قلبهم يعني قلبهم نهائيا، بدلهم نهائيا. هذا الناس من هم؟ هذا الناس كيف نجحوا؟ كيف براو هذا الناس من الظلام اللي كانوا فيه؟ كيف خرجوا من الظلام إلى النور؟ كيفش براو من المرض اللي كانوا فيه اللي هو الشرك بالله عز وجل؟ براو بدواء. هذاك الدواء نحتاجه الآن، حنا نداويه ورانا مستعجلين، عندنا رانا استعجالات. الناس مرضى، الناس الآن اللي يقتل والديه يقتل، واللي يقتل أمه يقتل، واللي يسرق يسرق، واللي راه يشرك بالله يشرك. الأخلاق رانا نشترك كلنا فيها إلا من رحم الله. يعني أشياء كلنا يشتكي من بعضنا البعض في معاملتنا، في ديننا، في عبادتنا. في المسجد يشتكي الناس، وفي خارج المسجد يشتكي الناس، في البيوت يشتكي الناس، في المؤسسات يشتكي الناس، في الجامعات اللي هي النخبة من الأمة. روح شوف تدني الأخلاق في الجامعات، هذو الناس اللي هم اللي يرفضوا البلاد. الآن نحتاج إلى إنذار، نحتاج إلى أننا نحيو كل الخلافات التي لا ينبغي أن ترتقي الآن، موش كلها يعني، وإنما التي لا ينبغي أن ترتقي الآن، التي لا ينبغي أن، التي تعطلنا الآن، التي تفشلنا الآن، التي تذهب ريحنا الآن. ينبغي لنا أن ننظر نحي كل الفلسفات التي تبعدنا عن الوحي الحقيقي، ونذهب إلى ما أصلح به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، فنصلح نحن بها الأمة بإذن الله. فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تحقيق أو إلى بيان حقيقة العلم وماهيته، بيان العلم. أول ما جاء الوحي الأمة غارقة، الأمة تحتاج إلى من يخرجها من الظلمات إلى النور، أمة في شرك بالله، أمة تأكل الربا، أمة تسفك الدماء، القبائل تتقاتل فيما بينها، الدم يسيل، أموال الناس تؤكل بالباطل، الظلم موجود، أشياء كثيرة. جاء مباشرة خمس آيات الأولى نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأ من أين؟ بدأ من النهاية، بدأ من النهاية. وارجع له للأولى، الآية الخامسة وين خلاصت؟ خلاصت في أصل الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. لو تروح لسورة النحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظر الآن، وسيأتينا وقفة مع هذه الآية في ماهية العلم. شوف الآن، أصل الإنسان الجهل، ما يعرف شيئا. يخرج الإنسان ولا يعرف شيئا. لو تطلقك أمك تروح للنار تمسها بيدك، ما تعرف شيئا. عندك غريزة بهيمية في الإنسان، يمشي الإنسان على حاله، يأكل يشرب وينام فقط، أمور أخرى يجهلها، ما يعرف شيئا. ثم يبدأ يدرك السمع والبصر ويتكلم ويسأل ويأخذ، يأخذ عنده سمع عنده بصر،
وهو يسأل ويستقبل، يسأل ويستقبل، ويتعلم ينظر الناس كيف يفعلون فيفعل، ويتعلم الإنسان شيئا فشيئا. فالآن هذا الإنسان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى اقرأ، قال له اقرأ أول ما نزل اقرأ. لماذا؟ لأنه هذا الحال كما قال العلماء، قالوا هذا بيان على أن الوقت هذاك كان لا يتحمل الانتظار، هذاك الوقت كان لا يتحمل الانتظار. فأول دواء الذي يجب أن تنهض به الأمة هي ماذا؟ هو العلم. أمة عالمة، أمة عندها علم، أمة نفضت عنها ذلك الجهل ونفضت عنها تلك الأمية وانتهضت، وش يولي عندها؟ عندها وعي، يولي عندها وعي، يولي الإنسان لما تكلمه حتى ولو هو يعصي الله يفهم ما تقول، يفهم. في يوم من الأيام يسترجع الكلام اللي قلته له أنت، يتوب إلى الله. وكونه ما يفهمش ما يقول مصيبة. إذا لازم علم، لازم علم، لازم نفهمه. الآن يقرأ، القراءة، القراءة لما نحكم ورقة ونقرأها موش علم، هذا موش علم. لذلك بدأ بالوسيلة هنا، القراءة مش علم، قراءة وسيلة للعلم، وسيلة مش نحصل معلومات. لأن العلم هو حاجة أدركها على حقيقتها، أنا أدركها على حقيقتها. فالآن العلم الشرعي هذا الذي بدأ به الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، توجيه إلى العلم الشرعي هنا، واستعانة بالله سبحانه وتعالى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شوف الآن راح لكلمة العلم، علم بالقلم. فالوسائل وسيلة الكتابة ويتعلم الإنسان، ولكن هل الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإدراك العلم باش نحصلوا العلم؟ لا، مش يجلس الإنسان يسمع. جل الصحابة كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ما يقرأ ولا يكتب. ما تقولش أنا، أنت الآن أنت تحكي على نفسك، قل أنا الله غالب ما قريتش، خاطيني العلم موليكم أنتم، أنا ما نصلي بكرة للدار. لا، أنت مطالب تسمع تستفيد، ترفع إيمانك بالدروس وتنتفع، وتعلق قلبك بالله لما تسمع قال الله قال رسوله، وتسمع الجنة والنار والقبر، تسمع أمور كثيرة تنتفع بها. إذا الآن لما يكون الإنسان على هذه الوتيرة يقرأ، راح يحصل العلم. العلم الذي يتحصل عليه الإنسان هو ذاك الذي نبحث عنه نحن الآن، هو الآن الذي سنبحث عنه نحن. لا بأس أننا لو نذهب فنعمل إطالة ونقرأ في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعتنا نصوص في القرآن وفي السنة، وهي كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها يعني أو نجمع جلها، فنجمعنا بعضها فقط وأعطينا لها عناوين حتى يتضح لنا، يتضح لنا ماذا؟ يتضح لنا معنى العلم. الآن اليوم الناس لما اختلفوا في حقيقة العلم، اختلفوا في معنى العالم، اختلفوا في معنى طالب العلم، اختلفوا في كثير من المفاهيم. اختلفوا الآن الذين اختلفوا في الطريقة كيف يحصل الإنسان العلم، الذين اختلفوا هم مختلفون في حقيقة الأمر، في حق في ماهية العلم وحقيقته ما هي. كذلك الذين اختلفوا من هم العلماء، من هو العالم، من هو العالم؟ لا ندري من هو العالم. العالم الآن كي نعرفه من هو العلم سنتفق من هو العالم. إذن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظرة، إلقاء نظرة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام بعض أهل العلم المدققين كابن القيم رحمه الله وغيره، ننظر ما بعد ذلك ما هو العلم. ثم ننظر إلى أمر مهم جدا، أن هذا الإطلاقات الموجودة في العلم، الإطلاقات الذي يقوله الناس العلماء، العلم 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 العلم، أطلبوا العلم، والعلم فريضة على كل مسلم. الآن ما هو العلم؟ ولا تقول لوليدك أقرأ في المدرسة العلم أو ربي أمر به وكذا. لا، العلم شوف، العلم لو نبدأ من النهاية، كل ما أوصلك بالله فهو علم، كل ما أوصلك بالله فهو علم شرعي. إحنا الآن راح نتكلم عن العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي هذا يحصل لكل واحد منا بحسب ما يحتاجه في الدنيا. العلم الدنيوي قد تؤجر عليه أنت، تعلم الرياضيات وتختار لنا شيئا، تعلم الفيزياء، تعلم بيولوجيا، تعلم جيولوجيا، تتعلم التكنولوجيا وتنفع أمتك وتنفع بلدك، وتنوي بذلك ماذا تنوي به؟ تنوي به النية الخالصة لله، أن تكون هذه نفعا للمسلمين، هذيك الآن تكون لك أجرا عند الله. ولكن ما هوش هذا المقصود عندنا هنا. أنت مهما تعلمت ووصلت إلى أعلى الدرجات في العلوم الدنيوية، راح تبقى مطالب عند الله بماذا؟ بالعلم الشرعي، لأنك لن تحصل العبودية لله إلا بأنك
تحصل العلم شرعاً. أولا لابد أن تعلم أن العلم المراد به أو المراد تحصيله هنا هو العلم الشرعي، يعني نحي العلوم الدنيوية هذيك منها ما هو حلال، منها ما هو حرام، منها ما هو فرض كفاية، هذيك خلينا من ماشي نتكلموا عليها، أنا نتكلموا على أمور الشرع. إذا أول حاجة لابد أن نعلمها، وهنا يبدأ يبان أن العلم ما هو، هنا يبدأ يبان العلم ما هو. أول حاجة لابد أن نعلمها أن العلم، أول شيء أن العلم دواء، العلم شفاء ودواء. ربي سبحانه وتعالى، وسيأتينا بأن العلم هو القرآن والقرآن هو العلم. ربي سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء وهدى. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي نفس السياق مع الآخر قال ربي سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن لما جاء القرآن الكريم ووصف بأن هذا القرآن شفاء، في نفس السورة سورة الإسراء قبل هذا وصف القرآن الكريم هذا الكتاب اللي هو القرآن، وصفه الله بأنه ماذا؟ هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن العلم هو هدى وشفاء، يهدي من ضلال ويشفي من مرض. وهذان كما قال ابن القيم رحمه الله: أعظم أمر يأخذ بالعبد إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة هما الضلال والمرض، مرض القلوب. الضلال يخليك ما تقدرش تعبد الله، الضلال يخليك ما تقدرش تعبد الله لأنك ما تعرف شيئا، ما تعرفش الطريق وراه، ما تعرف، أنت في ظلام، ما عندكش نور تمشي به، فأنت في ظلام كالنصارى الضالون. والدواء المرض، حتى ولو كانت عندك معلومات وقلبك مريض، نسأل الله يعافيني ويعافيك، لو يكون الإنسان قلبه مريض وعنده علم، عنده علم يحفظ